تستمر الفعاليات الشعبية الرافضة لإجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، حيث شهدت شوارع مدينة الخليل مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. اليوم عادت الجامعات الفلسطينية والشباب الفلسطيني لريادة العمل الوطني في كافة المحافظات الفلسطينية. الشباب كما اعتاد الشعب الفلسطيني هم في طليعة مواجهة الاحتلال. رسالتنا اليوم للاحتلال وقطعان مستوطنيه بعد جرائمه في كافة الأراضي الفلسطينية وبعد اعتداءاته على الحرائر في الأقصى، أن من يزرع القهر سيحصد الغضب، والشباب الفلسطيني لن يسكت عن هذه الاعتداءات بكل ما يملك. سنقاوم احتلالنا بكل الوسائل الممكنة، ولن تعد طرق المستوطنون في الأراضي الفلسطينية سالمة، وسيتعرض المستوطنون وقوات الاحتلال للمقاومة بكافة الأشكال من شبابنا الفلسطيني. جيش الاحتلال واجه الشباب بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والمياه العادمة، كما استهدف الجيش بأسلحته البيوت السكنية في المنطقة. وتشهد مدينة الخليل منذ نحو أسبوع مواجهات مستمرة، في وقت يواصل المستوطنون في البلدة القديمة اعتداءاتهم بحق المواطنين العزال. تلفزيون وطن، سماح الثروة، الخليل.